أحد المستمعين بعث بسؤال يقول: في شفا لكنت أنا وزوجتي لوحدنا وكانت بيننا مشاجرة، ثم قلت لها: أنت طالق، مع العلم أنه لم يسمعنا أحد. سألت أحد المشايخ فقال: قل لها رددتك إلى عصمتي وسقطت منك طلقة، وأشهد الله على ذلك، هل هذا صحيح؟ مع العلم أنها أنجبت طفلا بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما أفتاك به هذا العالم هو الحق، حيث أمرك بمراجعتها، وأنها تفوت عليك طلقة واحدة ويبقى لك طلقتان. نعم.